مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. موضوع حلقه اليوم هو موضوع مهم جدا. ليس فقط يتساءل عنه غير المسيحيين لكن ايضا المسيحيين الذين يقرؤون الكتاب وياتون الى نصوص تمثل بالنسبه لهم صعوبه في التفسير. فموضوع حلقه اليوم هو القتل وحروب الاباده في الكتاب المقدس مع انه الكتاب المقدس والحروب اللي تمت فيه ليست حروب اباده بمعناها اللي نفهمه اليوم الا انه حبيت بس احط كالقتل وحروب يعني اللي مات فيها مش بس افراد لكن مات فيها شعوب معينه كانت موجوده في ارض كنعان تمثل او يمثل هذا الموضوع موضوع القتل وموضوع العنف وموضوع الحروب في الكتاب المقدس يمثل صعوبة كبيرة عند الكثيرين. ويقول البعض أن هذه النصوص التي تتحدث عن هذه الأمور في الكتاب المقدس تتعارض مع كون الله إله محب وإله رحيم. هذا هو موضوع حلقة اليوم وده أول حلقة من ثلاث حلقات هعملهم عن هذا الموضوع بإذن الرب يسوع موضوع حلقة اليوم هو القتل والحروب في العهد القديم موضوع الحلقة اللي جاية هيكون هل الله في العهد القديم يختلف عنه في العهد الجديد هل هو إله واحد من حيث الطبيعه والجوهر فكيف لإله العهد القديم كما يصوره البعض إله قاسي عنيف اما في العهد الجديد فنجد كثير جدا عن المحبه وعن الرحمه وعن النعمه هل اختلف الله ام ان الله واحد ده موضوع الحلقه اللي جايه موضوع الحلقه الثالثه هيكون مقارنه بالتفصيل بين حروب الكتاب المقدس او العهد القديم بالاخص ونصوص الجهاد في القران لكي نظهر المفارقه الكبيره بين ما يقول الكتاب وما سجله لنا الكتاب وما يامر به اله الاسلام لكن النهارده هتكلم عن القتل وحروب الاباده في الكتاب المقدس آه الـ الـ العنف في الكتاب المقدس بنجده في ثلاث صور انا حاولت اقسم آه او احطهم تحت يعني كاتيجوريز او تقسيمات معينه كويس فاحط الثلاثه دول قدام حضراتكم هنا انه العنف بيظهر في انه كون الناموس اللي ربنا اعطاه لشعبه في آه قاسي في وصايا قاسيه جدا كويس وأتكلم عنها بالتفصيل الجزء الثاني هو انه الله كان بيغضب على شعبه وعلى خطيه شعبه فكمان البعض بيرى ان عقاب الله اللي كان بينزله على شعبه عقاب قاسي كويس ده الصوره الثانيه التقسيمه الثانيه اللي بنجد فيها العنف اما الصوره الاخيره او التقسيمه الثالثه فهي دمار وتحريم شعوب ومدن كنعان دول الثلاث صور باختصار شديد اللي او العنف بيظهر فيهم في الكتاب المقدس هاخد واحده واحده واتكلم عنها وبالتفصيل اول واحده ناموس قاسي يحكم بالموت يعني دايما حتى النهارده في معظم البلاد الغربيه الحكم بالموت بيتلغي يعني الكابيتال الكابيتال بانشمنت ده بيتشال بيتحط مكانه الانسان يسجن 500 سنه 400 سنه 100 سنه على قد الجريمه الجريمه اللي بيعملها لكن لانه الانسان المعاصر بيرفض فكره انه يقتل من قتل فهم البعض بيرى انه نصوص الكتاب المقدس في بعض النصوص في الكتاب المقدس خاصه بناموس موسى والتي تحكم بالموت على من يتعدى الناموس هي في نظرهم نصوص قاسيه بتقدم اله قاسي اذكر منها بعض الاشياء أول حاجة مرتبطة ب آه عدم عبادة آه الرب الإله وعبادة الأوثان، اللي بيقول الكتاب في خروج 22: "لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا، من ذبح لآلهة غير رب وحده يهلك". يعني فبيروا انه طب في هنا تعسف، تعسف شديد جدا، يعني حتى ما عنديش حريه العباده، لو ما عبدتش الله يبقى محكوم عليا بالموت، وكمان في علاقه الابن بوالديه، ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا، ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا، يعني النهارده لو حاولنا نطبق المبدا ده، ما اعرفش كم واحد يعني هيتحكم عليه بالموت. كمان المرتبطة بحفظ يوم السبت حفظ يوم السبت وصية من الوصايا المهمة جدا اللي الرب أعطاها لشعبه والرب قال كده كل من يعمل فيه عملا يقتل في خروج خمسة 25 كمان الابن المارد المتمرد اذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه ويؤدبانه فلا يسمع لهما يمسكه ابوه وامه وياتيان به الى شيوخ مدينته والى باب مكانه الباب حيث كان الشيوخ او القضاه يجلسون ويقول ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير فيرجموا جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون يبقى برضو هنا بنرى صورة فيها قسوة تجاه الابن المتمرد اللي هو سكير ومصرف كمان التي تمسك في حالة الزنا كويس يقول الكتاب يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمونها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها فتنزع الشر من وسطك يرى البعض أن هذه النصوص اللي موجودة في الناموس المساوي نصوص تعسفية جدا لا تظهر إلا القسوة ولا تظهر إلا الشدة للدرجة أنه من يخالف الناموس في أي واحدة من هذه الأمور يحكم عليه بالموت أو القتل والرجم طيب الصورة الثانية أو القسم الثاني اللي بنجد فيه أيضا البعض بيتساءل عن قسوة الله وقسوة إله الكتاب المقدس مرتبط بغضب الله على على شعبه كان شعب اسرائيل في احيان كثيره يفعل كما يفعل باقي الامم فكان الرب يرسل عليهم دينونه وعقاب قاسي كان اما في امم كانت تاتي وتغزوهم يا اما في مجاعه يا اما في اوبئه فكان الرب يعاقب شعبه على خطاياه، لكن كما كمان البعض بيتساءل طيب اوكي اذا كان القائد او الملك او الزعيم اخطا ما ذنب الشعب؟ ايه ذنب الشعب البريء؟ والبعض بيشير الى حادثه تمت في حياه الملك داود مذكوره في صموئيل الثاني وفي عدد اصحاح 24 وابتداء من عدد 12 بتقول ايه؟ انه انه داود امر باحصاء بانه يعمل احصاء للشعب فهذا الإحصاء أغضب الرب فالرب بعث له هذه رسالة هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك تكلم هنا الرب داود فاختر لنفسك واحدة منها ففعله فأفعله بك فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك سبع سنين جوع في أرضك يبقى أول اختيار أنه يكون في سبع سنين جوع كعقاب أم أن داود يهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائه وهم يتبعونك أم يكون ثلاثة أيام وبأ في أرضك فالآن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلية دا جاد النبي بيكلمه فقال داود لجاد قد ضاق بالأمر جدا الثلاثة صعبين جدا سبع سنين جوع صعبة ثلاث شهور أن الملك يهرب أمام أعدائه صعبة أنه ثلاث أيام وبأ أيضا أمر صعب جدا فضاق الأمر جدا بداود فقال فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع سبعون ألف رجل والبعض هنا بيقول طب وما ذنب هؤلاء إذا كان داود هو الذي أخطأ فما ذنب هؤلاء أين رحمة الرب ولماذا يموت البريء بسبب ذنب شخص آخر؟ أنا بس بحاول أوضح أتكلم عن المشكلة كويس المعضلة وبعدين هأكلم عن الحلول التي قدمت والتفسيرات لهذه المعضلة الجزء الثالث بقى المرتبط بصورة العنف والقسوة في العهد القديم ارتبط بخروج شعب إسرائيل وبذهابهم إلى أرض كنعان وبامتلاكهم الأرض حيث تم دمار وتحريم مدن وشعوب كثيرة كانت موجودة في أرض كنعان وبنقرأ كده كلام الرب لشعبه يقول لهم في تسنية عشرين وفي عدد ستاشر إلى تمنتاشر وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما الحثيين والآموريين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليابوسيين كما أمرك الرب إلهك لكي لا يعلموك أن تعملوا حسب جميع أرجازهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم وكمان في يشوع وفي أصحاح ستة وفي عدد عشرين إلى واحد فهتف الشعب وضربوا بالأبواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب الى المدينه كل رجل مع وجهه واخذوا المدينه وحرموا كل ما في المدينه من رجل وامراه من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف وهنا يرى البعض ان هناك قسوه وعنف شديد جدا وتمثل هذه النصوص وغيرها ايضا من نصوص اخري صعوبه ليس فقط زي ما قلت عند يعني الاخوه الغير مسلمين الذين يحاولون ان يبرروا الجهاد بان يرجعوا الى هذه النصوص في الكتاب المقدس لكن كمان تمثل صعوبه عند عدد من المسيحيين الذين يقرؤون الكتاب ويقفون امام هذه النصوص الصعبه خلونا نشوف فيديو ونرجع نكمل مع بعض حديثنا عن هذا الموضوع كمان هنتساءل تعال نمسك الكتاب المقدس اهو الكتاب المقدس والله مش طبعه عندي ماشي ونتساءل احنا كمان نفتح كده مع بعض اه مزمور 137 مزمور 137 بيقول ايه يا بنت بابل المخربه طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخره يا بخته اللي هيمسك الاطفال ويضربهم في الصخره ده قتل اطفال او حس على قتل اطفال تعال نشوف اللي بعده انا محجز لكم اربع ايات بس مش ه... انا على سبيل المثال مش الحصر مم. حصر عندي 400 ايه نمسك آه سفر هوشع الاصحاح 13 الايه 16 نطلع ايه قلم رفيع اهو ونشوف تجاز السامرة لانها قد تمردت على الهها بالسيف يسقطون تحطم اطفالهم والحوامل تشق يعني الستات الرجاله البني الصغيرين تكسروهم خالص الحوامل حلو. بقى تبقروا البطون كده وتشقوهم تعال نشوف حاجه كمان عشان ب... انا بتساءل على فكره انا ما بهاجمش حد انا بتساءل بس أوه. تعال نمسك سفر حزقيال آه... تسعه الايه سته ده كلام الرب خلي بالك بيقول ايه؟ اعبروا في المدينه وراءه واضربوا لا تشفق اعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. طيب آه طبعا النصوص اللي هو جابها وبيقول ان هناك 400 نص يعني آه النصوص دي كلها آه اللي جابها بتتكلم عن دينونه الله لشعبه. يعني يعني هو 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 ذكر انه ان النصوص اللي الله بينطق فيها بيدينونا على شعب اسرائيل بسبب خطاياه، يعني حتى حسقيان لما لما الرب اراه خطيه اسرائيل وكان بيدخله ياخده بالروح ويدخله الى الهيكل ويريه ماذا يفعل الكهنه وماذا يفعل الشعب وكيف انهم يعبدون الهه وثنيه الى اخر هذه الامور كان الرب بيعلن دينونه على شعبه. ف يعني حتى النصوص اللي جابها لا تخدم قضيته في انه يظهر ان الكتاب مقدس في عنف لكن مش ده الموضوع الموضوع انه في نصوص فعلا بتمثل صعوبه وهذه النصوص ينبغي ان ننظر اليها ولاننا بنؤمن ان كل الكتاب موحى به من الله ولاننا بنؤمن ايضا ان كتبه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس فكل ما كتب كتب من أجل تعليمنا ولأجل هذا نحن ينبغي أن نتعامل مع هذه النصوص ويمكن ما عندناش اجابات على كل النصوص لكن على الاقل عندنا فهم روحي الله بيعطيه لنا عندما ننظر الى الكتاب المقدس كله ونفهم مقاصد الله وخطه الله وفداء الرب. طيب المعضله ايه؟ معضله هلخصها في العباره دي، كيف تتماشى هذه الصوره للرب في صوره نصوص معينه بترسمها هذه طبعا النصوص بترسم هذه الصورة عندنا نحن المعاصرين يعني يعني عايز أقول لكم حقيقة لا الرب يسوع له كل المجد ولا تلاميذ المسيح ولا العهد الجديد كان عندهم أي مشكلة مع هذه النصوص ومع حروب يشوع ومع امتلاك الأرض ومع كل ما ذكر في العهد القديم يعني يعني حتى الرب يسوع كان بيؤكد على أن العهد القديم هو كلمة الله وأنه لم يكن ابدا الرب يسوع عنده مشكله في ان الله يدين الشعوب وفي ان الله يحكم على الشعوب بالدينونه وبالهلاك ولا حتى كتاب العهد الجديد كان عندهم اي مشكله المشكله عندنا احنا النهارده اللي هي نحن نريد ان نصنع الها يتماشى مع افكارنا ويتماشى مع مبادئنا الانسانيه المعاصره، ولا ان نقبل ما اعلنه الله في الكتاب المقدس، فكيف تتماشى هذه الصوره للرب مع حقيقه كونه اله محب ورحيم؟ ازاي بقى؟ ازاي احنا نقدر نفهم هذه النصوص؟ في ضوء اعلان الله عن نفسه انه اله محب هكذا احب الله العالم انه الله احبنا انه الله أرسل ابن وحيد يسوع المسيح إن الله تمم الفداء من خلال موت المسيح إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وإن الله أيضا لا يسر بموت الشرير بل بأن يعود ويرجع فيرحمه كيف تتماشى هذه النصوص اللي بتتكلم عن القتل وعن الحرب وعن الاباده مع صوره الله وحقيقه الله في انه اله محب واله رحيم طيب في اربع او فرضيات اربعه ومتكلم عن فرضيات اربعه دي كلها محاولات بشريه لفهم النص الفرضيات الاربعه كويس الانسان المعاصر اللي بيقرا الكتاب النهارده حط اربع فرضيات وهنشوف هذه الفرضيات ازاي نفهمها في ضوء ما اعلن في كتابة. الفرضيه الاولى ان الرب صالح ورحيم وكلنا متفقين على كده. صالح هو الرب ورحيم جدا. كلنا متفقين كل اللي يقرا الكتاب المقدس هيعرف انه الرب صالح وطويل الروح وكثير الرحمه. والإحسان لا يصنع معنا بحسب خطايانا وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معصينا وكما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه نصوص كثيرة جدا من في الكتاب المقدس من أول سفر التكوين تكلم عن رحمة الله وصلاح الله فالرب صالح ورحيم كلنا نتفق او على الاقل المؤمنين بالكتاب المقدس يتفقوا على هذه الحقيقه وهذه القاعده الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله حتى الكائنات والحيوانات انما الرب صالح نحوها الحاجه الثانيه الفرضيه الثانيه العهد القديم هو تسجيل امين لتعامل الرب مع البشريه ودي حقيقه إنه الرب قصد إنه يسجل لنا تعامله مع الإنسان، فالكتاب المقدس هو تسجيل لتعاملات الله مع الإنسان. كويس من أول آدم وحتى يومنا هذا، فالكتاب العهد القديم تسجيل لمعاملات الله مع شعبه ومع الإنسان. طيب العهد القديم بيتحدث عن أحداث يمكن أن نصفها بالإبادة أو القتل الجماعي يعني في أحداث سجلها لنا الكتاب المقدس والعهد القديم بتتكلم عن تدمير مدن بتتكلم عن حرق مدن بتتكلم عن تحريم مدن بكل ما فيها ف... وده أمر مسجل في الكتاب المقدس حاجة الرابعة او الكونكلوجن اللي ممكن بياخدوه من من هذه الفكره انه الاباده هي عمل شرير القتل عمل غير مقبول الاربع حقائق دول الاربع فرضيات دول مش ممكن ابدا يجتمعوا معا يعني مش ممكن ابدا تجدهم مجتمعين يعني ان احنا نقبل الاربعه دول صعب جدا كويس فالفكرة بقى بما ان الاربع فرضيات لا يمكن ان يجتمع معا ليه لانه اذا قلت ان الله صالح يبقى قلت ان الاباده عمل شرير يبقى كيف لله الصالح ان يأمر شعبه بإبادة الأمم يبقى في حاجة غلط يا إما حاجة غلط مع الله يا إما الوصية نفسها اتسجلت غلط يا إما شعب إسرائيل ما خدش الوصية وعمل بمزاجه يا إما كلمة الله نبدأ نطعن فيها يا إما يكون يعني في 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 فرضيات كتيرة هتترتب على هذا بما أن الأربع فرضيات لا يمكن أن يجتمع معا فالبعض افترض الآتي كويس افترضوا ثلاث حاجات او ثلاث مدارس تفسيريه للعنف في الكتاب المقدس اول واحده خليني ابدا بتحت خالص اول واحده اللي هي اللون البرتقاني دي اول واحده هي اسهل واحده بمعنى ايه انه يرفض الايمان بالله ويرفض الكتاب المقدس وده اتجاه الحادي موجود منه كتير جدا في النهاردة في عالمنا العربي وزي ما موجود منه في الغرب الاتجاه الإلحادي أنه الله مش موجود ولو موجود أنا مليش علاقة بيه وفي نفس الوقت انا ارفض انه اخضع لاي اعلان او اي كتاب يدعي البعض انه كتاب سماوي فبالتالي ينكر الله ويرفض الايمان بالكتاب المقدس وده اتجاه موجود وللاسف عايز اقول انه حتى عدد كبير من الشباب النهارده اللي موجود في عالمنا العربي آه سواء اذا قلنا عليهم آه آه ملحدين او قلنا عليهم لا ادريين آه في الخانه دي في انكار لله كما اعلن نفسه في الكتاب المقدس وفي انكار للكتاب المقدس على انه كلمه الله الموحى بها المدرسه الثانيه او وانا اتكلم عن كل واحده من دول آه شويه بال بالتفصيل طيب آه ال ال ال, 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 ال المدرسة الثانية انه بتقول ينكر حدوث الفعل نفسه، يعني أنكر أن يكون هذا ما قد حدث بالفعل، وقالوا أنه لا يوجد دليل تاريخي يؤكد قتل يشوع للشعوب الكنعانية، وبالتالي أنكروا الأحداث نفسها ولما الكتاب يقول وفعل يشوع كذا وكذا يقول لا ده ما فعلش ما عندناش دليل تاريخ فبدا يطعن في مصداقيه الكتاب المقدس وفي مصداقيه احداث الكتاب المقدس كما ذكرت في العهد الجديد الاتجاه الثالث ده وعلى فكره الاتجاه ده ايضا للاسف موجود وموجود حتى عند بعض الخدام واللي أنا سمعتهم حتى بيكلموا عن هذا الموضوع في التلفزيون يعني أنه ينكر أن الرب هو الذي أمر بالحروب يعني لما الرب يقول ليشوع ادخل إلى أريحة وحارب أريحة هم بينظروا الأمر ده لا لا الله مش ممكن يكون عمل كده ده الشعب فيهم غلط يعني النص بيقول كده بس الشعب فهمه الشعب كتب فهمه ما كتبش اللي قالوا رب بالظبط هم فهموا غلط زي ما بقيه الشعوب كانت بتفهم ان الحرب هي للالهه هم ايضا فهموا غلط انا هاخد مداخله وبعدين اكمل مع حضراتكم المدارس دي التفسيريه لهذه النصوص الو الو طيب الخط وقع ممكن يعود يكلمنا مرة تانية خلوني آخد أول واحدة الرب لم يأمر بالقتل الجماعي لشعوب كنعان البعض بيدعي كده حتى للأسف من الخدام النهارده بيدعي إنه ربنا لم يأمر بالقتل الجماعي لشعوب كنعان وبيحاول بيحاول إنه إنه ينفي الأمر ده بإنه يطعن في الكتاب المقدس فبيقول إيه؟ شعب إسرائيل كان متأثرا بالشعوب الوثنية القديمة التي كانت تعتبر كل حروبها بأوامر من الألهة فهم فكروا بنفس الطريقة واعتقدوا في نفس بنفس الطريقة واعتقدوا أن الحرب اللي بيقوموها ضد شعوب كنعان هي من بأمر أو بوصية مباشرة من الله طيب أكلم عن الاعتراض على هذه النظرية بس خلونا نأخذ المداخلة مرة تانية ألو ألو السلام ونعمة أهلا وسهلا بيك السلام والنعم أهلاً 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 ونعمة أهلا وسهلا بحضرتك سلام ونعمة الأخ زكريا أهلاً. أيوة أشكرك أهلاً. على برنامج عبر الكتاب هو برنامج أكاديمي يرقى إلى مستوى تعليمي العلمي يعني أشكرك أشكرك أخ زكريا أهلاً. عندك أهلاً. تعليق على الموضوع النهارده أخ زكريا أيوة, أيوة كسبت كسبت يعني التعليق على الحروب في الكتاب المقدس هي هي مقتصره اولا على العهد القديم وليس العهد الجديد. بالضبط ايوه. يعني وهي ليست مقتصره على التعليم المسيحيين بل هي تعليم يهودي يعني مقتصره على التلمود اليهودي والبابلي والاورشليمي. ايوه. فاليهود لهم تلمودان يعني التلمود اورشليم يعني في القدس وفي المود يعني اثناء السدي يعني اثناء السدي كان هناك تلمود يعني و و هناك و... لما سباهم نبوخذ ناصر في جاده وحطم اسرائيل ودمر الهيكل يعني يعني حتى اليهود هم تعرضوا للسدي والحروب بالضبط ربنا عاقبهم زي ما عاقب الشعوب الخاطئه ايوه ولما كذلك لما لما, لما تخلوا عن تابوت العهد وفقدوه في يد الفلسطينيين كذلك عقبهم الرب كذلك, أيوه كذلك لما مات مات الله سليمان وانقسمت دوله اسرائيل الى دولتين مملكتين مملكه يهودا ومملكه اسرائيل أيوه كذلك عقبهم الرب على ذلك يعني هذا تمرد على الرب وكذلك في سفر هو سعي يعني اصحاح والايه الصعص كذلك خرب والنبي الذي عاد من السد بعدما اعطاه ملك موافقه أعطاه النقود والهيكل أيوة. الهيكل بالضبط النبي النبي عظيم كذلك وكذلك لا ننسى آه سعيهم في بناء الهيكل الثالث آه. الان الان اسرائيل في هذه اللحظات تسعى لبناء الهيكل الثالث بعد ظهور البقره آه. في في امريكا في طيب آه، اشكرك اشكرك اخ زكريا على هذا التوضيح <تسألنصف> انه نقطه 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 أي... اخيره اتفضل يعني الفرق بين عهد الله في العهد القديم يجب ان يعرف العرب هؤلاء العرب الذين يحزمون على المستعلم يعني عهد الله في العهد القديم ليس هو عهد الله في عهد الجديد يعني انا أهد انا أهد فعلا هتكلم الاسبوع اللي جاي باذن سوى عن آه الله في العهد القديم والعهد الجديد هل الله اختلف ولا 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 ازاي نقرا هذه النصوص في ضوء آه العهد القديم والعهد الجديد اشكرك يا اخويا زكريا والله الرب والله الرب يباركك الرب يباركك يعني كثير برنامج فريد من نوعه واشكرك وتحياتي واتمنى لك كذلك سنة, سنة أمين. وكل عام سلام كده. سلام ونعمه سلام ونعمه سلام ونعمه طيب الـ 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 النظريه اللي بتقول بقى انه هم ما, ما فهموا غلط ربنا ما قالش بس بس هم فهموا غلط طبعا لا يوجد سند كتابي نهائي يؤكد هذا الفكر هذا الفكر هو مجرد محاوله آه يعني آه آه لي آه آه للخروج بالنصوص دي بانه يطعن في النص الكتابي كويس والوحي آه علشان آه آه يقول أن الله لم يامر بهذه الحروب. طيب الرد لماذا نرفض هذا التفسير؟ لماذا انا ارفض شخصيا هذا التفسير؟ لانه اولا يتعارض مع نصوص كتابيه واضحه جدا فيها امر مباشر من الله. يشوع 6، تثنيه 20 الى اخره. الحاجه الثانيه كما توجد نصوص أخرى متأخرة جاءت مثلا في سفر المزامير إلى آخر ربنا بيعاتب شعبه بيقول له لأنك أنت ما تممتش المهمة بإبادة الشعوب الوثنية كما أمرتك عشان كده هم ظلوا لك كالشوكة وكانوا بالنسبة لك تجربة أنك تعبد الألهة الوثنية الحاجة الثالثة تقلل هذه المدرسة التفسيرية من حقيقة كون الكتاب المقدس كلمة الله الموحى بها من الله وبهذا هي تخلو من أي خطأ المدرسة الثانية بسرعة أتكلم أنه بتقول لم يحدث قتل جماعي ولا تم تحريم إحنا بتقول انه ده كان عباره عن مغالاه في الوصف زي ما بقيت الشعوب الاخرى اللي كانت في منطقه الشرق الادنى لما كانت بتنتصر كانت لما تكتب انتصاراتها كانت تكتبها بمغالاه لكي تظهر القسوه والعنف والجبروت فتقول احنا ابدنا المدينه حطمنا كل ما فيها حرقنا وتم حرق كل بيت فيها فلغه المغالاه ديًا هي نفسها استخدمها كتاب الاسفار ولما اتكلموا عن شعوب كنعان اتكلموا بهذه اللغه وتاريخيا لا نجد أي دليل يؤكد هذا الأمر طبعا الموضوع موضوع مختلف عن كده خالص ليه لأن المدرسة دي بتنظر على العهد الجديد القديم على أنه مجرد سجل لشعب اسرائيل كتبوا كتبوا سجل ليهم لكن لا دور للروح القدس والروح القدس لم يرشد الكتاب والروح القدس لم يحفظ الكلمة لأن الروح القدس آه آه يعني آه لم يفعل هذا فبالتالي كتبوا اللي هم عايزين يكتبوه وده ببساطة طعن في مصداقية كلمة الله الحاجة الثانية الكتاب المقدس بيتحدث بكل وضوح عن أن الروح القدس هو الذي ساق الكاتب ليكتب بدقة وأمانة ما قد حدث فاللي حصل هو بالضبط توصيف دقيق لما قد حدث وكتاب المقدس مش كده بيتكلم عن الهزيمه اوقات ويتكلم عن الهروب اوقات ويتكلم عن النصره فلان كل ما حدث يا المقدس سجله لنا بامانه. طيب لما نيجي بقى للجزء المدرسه الثالثه اللي هي انكرت الله وفي نفس الوقت انكرت الكتاب المقدس بما ان الله هو الذي امر بالقتل يكون الله غير محب وغير صالح. طيب نيجي للسؤال اللي احنا طرحناه. لماذا يامر الله بالدينونه وبدمار شعوب كنعان؟ وده السؤال اللي دايما بيطرح. اليست الحروب في العهد القديم هي اباده؟ هي ليست اباده. كويس؟ ليست اباده عرقيه بما نعرفه اليوم بمفهوم العباده العرقيه واتكلم عن الموضوع ده. لكن لماذا يامر الله بهلاك وبدمار شعوب كنعان كويس هذكر ثلاث حاجات مهمين جدا لفهمنا لهذه القضية ثلاث حقائق مهمة تساعدنا لفهم هذه القضية أول حاجة لازم نعرفها أن شعوب كنعان لم تكن بريئة أقولها تاني لم تكن شعوب كنعان شعوب بريئه البعض بيصور لنا شعوب كنعان عن ده مساكين جدا، دول كانوا كويسين، دول يعني شعوب زي الفل، لم يفعلوا خطية ولم يرتكبوا إثم، والله بالنسبة لهم عملهم معاملة قاسية جدا. هذه النظرية، هذا هذه النظرة نظرة خاطئة جدا، ومن يقول بهذا فهو لم يدرس تاريخ، ولم يعرف عن شعوب كنعان، ولا يعرف عن حتى الحفريات التي وجدها العلماء ولا أي حاجة عن تاريخ شعوب كنعان القديمة ليه؟ شعوب كنعان الرب أدنهم أولا وأخيرا ليس بسبب جنسهم بل بسبب شرورهم وعشان كده الكتاب استخدم كلمة تقذفهم الأرض أي تتقيأهم الأرض يعني للدرجة من كثر النجاسة ومن كثر الشر ومن كثر سفك الدماء ومن كثر الشرور التي فعلوها في أرض كنعان تقيأتهم الأرض والأرض ممكن تتقيأ لأن الأرض دي عطية من الرب ادهالك تسكن فيها وبسبب الشرور والأثام والفجور والخطايا اللي كان بيرتكبها شعب كنعان لمئات السنين جه وقت أنه هذه الأرض تقيأت سكانها وده وصف دقيق جدا بيقوله الرب عشان كده الرب بيقول إيه الرب بيقول لشعبه ولا تعطي من زرعك للإجازة لمولك وده كان إله المؤابيين وأتكلم عنه ولا تعطي من زرعك هنا زرعك يعني ولادك مش محصولك يعني, يعني من نسلك كويس لما يقول ولا تعطي من زرعك مش ان انت تروح تجيب شويه زرع طماطم آه, على خيار على آه, آه, لكن ده زرع بشر كويس لا تعطي من ابنائك من اطفالك من لحمك ومن دمك ولا تعطي من زرعك للاجازه لمولك اللي هو اله المؤبيين لألا تدنس اسم الرب الهك انا الرب ولا تطاجع ذكرا مضاجعه امراه الهوموسيكشواليتي انه رجس ولا تجعل مع بهيمه مضاجعتك مضاجعه البهيمه فتتنجس بها ولا تقف امراه امام بهيمه لنذائها حتى المراه ممكن كانت تقف قدام البهيمه لشهوتها انه فاحشه بكل هذه لا تتنجسوا لانه بكل هذه قد تنجس شعوب الشعوب الذين انا طاردهم من امامك فتنجست الارض فاكتزي ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها كلام ده خطير جدا ليه حبايبي اللي يعرف فينا شعوب كنعان لم تكن شعوب بريئة المصريين الحثيين الشعوب اللي كانت محاوطة لمنطقة كانوا بالنسبة لشعوب كنعان كانوا مش عايز اقول لفظ القديسين لانه كانوا اشرار لكن كانوا لا يقارنوا بالشر الذي كان يفعل من الشعوب السبعه في ارض كنعان. كانوا يقدمون الذبائح البشريه من الاطفال. يعني يعني فعلا في في بعض رسائل الدكتوراه في واحده اتكتبت في جامعه شيكاغو عن الذبائح البشريه في حضاره شعوب الشرق الادنى القديم او كنعان وهي موثقه هذه الرساله بعلم الحفريات علم الاثار الى اخره انه الاماكن اللي كانت مشهوره في منطقه كنعان كمعابد كبيوت للاغنياء أماكن للقضاء إلى آخره هذه الأماكن كان يوجد تحتها فخارز يعني أدو أواني فخارية هذه الأواني الفخارية كان يجد العلماء فيها هياكل عظمية لأطفال لا تتعدى السنة وطبعا بيقدر العالم الآثار إنه لما يقيس طول الهيكل العظمي يعرف يعرف السن بتاع الشخص منه هياكل مليانه بالاطفال كانوا يوضعوا احياء الاطفال دول كانوا يوضعوا احياء جوه الاواني الفخاريه دي ويتقفل عليهم ويوضعوا كاساس للبناء علشان الالهه ترضى عن هذا البناء ويكون في يعني رضا الهي على هذه العبادات. كميه الشر وشعب اسرائيل اتعلم من هؤلاء الملوك اتعلم من هؤلاء الشعوب في فترة من الفترات لدرجة أنه منسى الملك الشرير أجاز أبناءه في النار قدمهم ذبايح في شر أكتر من كده مفيش كل أنواع الشرور كان أيضا مولك من العبادات اللي معروفة لمولك أنه هو كإله كان كان عبارة عن تمثال من الذهب تمثال من النحاس السوري الضخم اللي جالس على كرسي وقاعد فاتح ايده الاثنين بهذا الشكل وكانت تولع النار تحت ايده النحاس حتى النحاس ده يعني يبقى محمى بالنار ومع الطبل والزمر وممارسه الفحشاء كانوا ياتوا بالاطفال يضعونها احياء على اليد المحمى بالنار لتقدم ذبيحة فتختلط يختلط بكاء الطفل مع الهتفات ومع الأغاني ومع النجاسة فتقدم الذبائح للآلهة لكي ترضى أنا بقول حاجة صغيرة بس مش أتكلم عن أشياء كثيرة؟ لم يكن الشعوب بريئة كويس هذه الشعوب كانت في قمة الخطايا وفي قمة الفجور وفي قمة الإثم اتكلم عن حاجه مهمة قوي بهذه الشعوب، الرب منح هذه الشعوب السبعة كويس اللي كانت موجودة في أرض كنعان فرصة كثيرة وزمن طويل للتوبة، الرب مش ممكن أبدا يدين إلا إذا أرسل إنذار واثنين وثلاثة وعشرة وأعطى فرصة وزمان للتوبة كبير جدا. هقول لكم إزاي لأنه البعض يقول إزاي ربنا قاسي بالشكل ده؟ إزاي ربنا بنروح مطلع جشوة ويقول له روح بيد هذه الشعوب وكان الله لم يعطي لهذه الشعوب اي انذار وكان الله اهملهم ولم يعطيهم فرصه للتوبه وللرجوع شوفوا في سفر التكوين وفي اصحاح 15 وفي عدد 13 الى 16 الجزء ده مهم جدا الجزء ده مهم جدا 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 ليه لان بيوريني كيف تعامل الله مع هذه الشعوب شوف فقال لابراهيم الرب لما قطع عهد مع ابراهيم: اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم في في فيزلونهم فيذلونهم مئة سنه وفي الجيل الرابع يرجعون الى ها هنا لان خلوا بالكم العباره دي لان ذنب الاموريين اللي هم اشاره الى سكان كنعان لأن ذنب الأمورين ليس إلى الآن كاملا يعني الكباية الغضب الإلهي لسه ما تملتش لسه قدامهم فرصة أخرى للتوبة وللرجوع لله طيب أسألك سؤال كم سنة مرت ما بين كلام الله لإبراهيم في تكوين 15 لما قال لان ذنب الامورين ليس الى الان كاملا كم سنه مرت ما بين هذا الكلام وما بين تنفيذ يشوع للدينونه كويس كم سنه اقول لكم ما تتخضوش اكثر من 650 سنه وسبعين سنة بأضعف الإيمان زي ما بيقولوا يعني الرب اداهم يعني فرصة كشعوب طبعا هم كانوا خطاة قبل كده قبل إبراهيم عشان كده ربنا بيقول ذنبهم لم يكتمل يعني هم بيفعلوا خطية لكن أنا بديهم فرصة لكي يتوبوا ممكن يكون 200 سنة 300 سنة قبل إبراهيم بيصنعوا هذه الشرور وهذه الخطايا وضيف عليهم 600 سنة يعني الرب اداهم حوالي الف سنه ويمكن اكثر لكي تتوب وترجع الى الله فيقبل توبتهم ويرفع غضبه عنهم لكنهم رفضوا فلم تكن شعوب ارض كنعان شعوب بريه اوعى تفكر ابدا وانت بتدرس هذه النصوص ان هذه الشعوب في يوم من الايام يا دول مساكين جدا دول ابشع ما انتجته الأرض والخطية كانوا في صورها. عندما يتفنن الإنسان في الشر وفي الخطية، لا يوجد أمامنا أكثر من شعوب كنعان في خطاياها وفي آثامها. طيب، ده النقطة الأولانية يبقى شعوب كنعان لم تكن بريئة عشان أقدر أفهم لدينونة الله اللي جات عليهم. حاجة تانية، دمار شعوب كنعان لم يكن إبادة عرقية. بسبب خطاياهم فقط وفجورهم اتت هذه الشرور وليس بسبب انهم غير اسرائيليين دي كذب على فكره يعني البعض بيقول اه ربنا بيحب شعب اسرائيل طب ايه ذنب شعوب كنعان يعني هل هم لانهم كنعانيين الرب ابادهم لا 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 للرب الارض وملؤها المسكونه والساكنين فيها هو احب الكل حتى عهد الله مع ابراهيم كان الاطار العام بتاعه: اباركك فتكون بركه لكل الشعوب ولكل الالسنه. الرب لا يريد ان يهلك الشرير او ان يهلك الشرير، الرب يريد ان يعود الشرير ويرجع الى الرب فينال حياه حتى الى يومنا هذا ما زال الله يدعو البعيدين والضالين إلى شخصه إلى معرفته في المسيح يسوع فلم تكن إبادة بمعنى إبادة عرقية وهقول لكم أكثر من دليل رحاب اللي يرى فينا الكتاب المقدس رحاب رحاب كان جنسيتها إيه؟ كانت من أريحا طب وأريحة دي إيه؟ كانت مدينة كبيرة جدا في كنعان يعني هي أصلا كنعانية مش بس إنها كنعانية دي كانت من كنعان وكانت أيضا زانية. وده بيقول لي حاجة مهمة جدا. أنه مهما كانت خطايانا عندما نأتي لله بتوبة وبإيمان تغفر خطايانا وننال بداية جديدة وحياة جديدة. وده اللي عمله الرب مع مع رحاب الزانية. الحاجه الثانيه الجبعونيين ما الجبعونيين دول كانوا منين كانوا من من كنعان وعاشوا وسط شعب اسرائيل وكان ليهم مكان وسط شعب اسرائيل وسكنوا وسط شعب اسرائيل لم يبادوا في سفر يشوع نفسه بنجد الله بينفذ دينونه قاسيه لكنها عادله على عخان بن كرمي واهل بيته ليه علشان يؤكد أن قداسة الله كويس في التعامل مع كل الأشخاص سواء كان كان عاني وخاطئ فسيدان أو إسرائيلي وخاطئ فيدان الله ما عندهوش خيار وفقوس ليس دم المسلم ها زي ما يقول الإخوة أفضل من دم غير المسلم الله ما عندهوش كده ده عنصرية. إذا أخطأ شعبه بيدينه، إذا أخطأ أيضاً غير شعبه بيدينه. لأنه قدوس. خطية موجهة إلى شخصه. أجي بقى للإطار الأخير اللي عايز أختم بيه وأتكلم عنه شوية وده يساعدنا على فهم فعلاً الكتاب المقدس، كله قصه تعاملات الله مع الانسان. مش ممكن ابدا تقدر تفهم الكتاب المقدس الا اذا فهمته من اوله لاخره. أو اذا اذا فهمت خطه الله خطه الله من هذا المنظور الكبير المهم والرائع. خلونا قبل ما نتكلم عن هذا المنظور ناخد الو الاخ صلاح نعم ايوه مساء الخير مثلا انا احب احكي بصوره موضوعيه عن عن الموضوع الشيق جدا من امانه الكتاب المقدس ان بكل الاسفار العهد القديم كتب ارض كنعان ما كتب ولا مره ارض اسرائيل وهو الوعد الرباني ان هالارض راح تعطى لشعب اسرائيل وبقيت الى اليوم من دون اي تحريف ومن دون اي تغيير اسمها ارض كنعان أه لكن لو جينا للطرف المقابل فبنشوف ان أه في صار محمد عمل جينوسايد متنبي العرب طهر مدينتين كامله من شعوب الاصليه مه. وغير اسم المدينه من يسرب مه. الى مدينه مه. وحرم أه ان اي شخص يلفظ لفظ يسرب الى اليوم بالكتب يقول ان كفر تلفظ يسرب كلهم بيقولوا مدينه ومنوره كمان ايوه آه، رفع شعار عنصري أخرجوا غير العرب من بلاد العرب تحت مسمى اليهود والنصارى وكنا في مصطلح بلاد العرب أو جزيرة العرب الجزيرة يعني الكيان ال ال العنصري المطلق ما فيه غير العرب إلى توسعه إلى بنوا امبراطورية نحن لو نجي إلى ال ال العقاب بالكتاب المقدس هو أساسه ديني تأديب والفرق كبير بين التأديب صح وبين العقاب صح أنا حتى كشخص الرب يأدبني لكن اسقط ثم اقوم اما الشرير فيعاقب ولا يقوم yeah. ففرق كبير بين التاديب وبين العقاب كله كان عباره عن تاديب رباني لكن قاسي اوكي لاني حتى الجراح ممكن يفتح البطن يشيل زايد الدوديه يشيل قطعه من الكبد فنقول عنه وحشي ولا قاسي الغايه تاديب وفرق كبير بين تاديب وبين العقاب بينما لو جينا الى القران فالقران والاسلام هو اصلا اداه استعماريه yeah. اخترعوا اخترعوه احتلوا فيه شعوب الارا والاراضي الاخرين، ففي فرق بين الغزو وبين الفتح، صح. الغزو هو العدوان ضد العرب أيوه. العرب بين بعضهم، الفتح هو عدوان ضد الغير العربي، <applause> هذا هو الفتح، يعني هو التوسع أيوه. فالتوسع والعدوان اسمه فتح فكان آه. في مصطلح بكتب التاريخ وباطالس الجغرافيا لحتى 1960 مصطلح بلاد العرب التي تعني السعودية واليمن الامبريالية العربية أزالته من كل كتب التاريخ أنا حتى عندي نسخة من الإنجيل مطبوع قبل بال... الستين بقول بسفر الأعمال ثم رجعت من بلاد العرب إلى دمشق ب... في كتاب المرشد للكتاب المقدس بيقول بلاد العرب وبقول سوريا سوريا ليست من بلاد العرب دمشق ليست من بلاد العرب ف... الغايه هو عدوان، انا اعطيك مثال القرضاوي مثال متناقضين في برنامج اسمه الشريعه والحياه وليس اسمه حزب البعث والحياه. بهذا البرنامج المذيع بيخطئ بيقول له الجاليه العربيه في امريكا. م. القرضاوي بيحمر وبيعصب بيقول له لا بطول الجاليه العربيه، العرب بامريكا ليسوا جاليه هم قوميه. Yeah. ومن حقهم بل من واجبهم yeah. ياخذوا السلطه في امريكا ويحكموا البيت الابيض يمكن كان أش... عم هما اشكرك يا ف... اخي صلاح انا انا فعلا هتكلم ف... ف... عن ده بنفس الوقت. بنفس الوقت بنفس الوقت في برنامج شباب والحياة انا عم بقول انا ما بعرف هل... 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 الامازيغ الكورد ال... آه. الاقباط ليش عم بتمسكوا بلهجاتهم يعني ايش حتفيدهم العربيه لغه السلطه صح. اللغه الحاكمه وهي لغه هتكلم هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في الحلقه اللي بعد الجايه واتمنى ان انت تتواصل معنا ويبقى ليك مداخله لانه معرفتك بالتاريخ معرفه جيده وقارئ جيد وانا بشكرك لاجل اتصالك ولاجل ما وضحته لنا الامر اللي عايز اختم بيه احبائي هو احنا لازم نشوف الكتاب المقدس كله على بعضه نشوفه نشوفه في ضوء خطه الله ونشوف كمان امر الله بدينونه الشعوب كنعان من منظور خطه الله للعالم انا هبدا معاكم هقول بعض الحاجات بسرعه عشان ما عنديش غير بعض الدقائق اللي فاضله من اول السقوط منذ ان سقط الانسان والرب مهتم جدا باعاده ريستور كويس الخليقه التي سقطت وينزع الشر والظلم منها كويس ده دي خطه الله انه الخليقة سقطت ودخل الخطيه ودخل الموت معاها وازداد شر الانسان ودور الله هو ان يسود السلام وينزع الشر والاثم من الارض. من خلال الطوفان برهن الرب على انه لن يساوم ابدا على الخطيه بل يدينها بالاخص التعدي على الانسان الذي هو صوره الله يبقى الله هنا بينفذ دينونته على الخليقه كلها من خلال الطوفان. من خلال دمار سدوم وعموره اكد ايضا على انه بالرغم من عهده ووعده بانه لن يدمر الارض كلها الا انه يدين الخطيه بقوه في اي مكان توجد فيه. من خلال الضربات العشر ادان الله مصر. بسبب ظلمهم وعبوديتهم وقتلهم لاطفال الاسرائيليين كويس؟ نفس الاله الذي ادان مصر هو نفسه ادان اسرائيل وبنو اسرائيل. الاله الذي ادان مصر وقتل كل بكر فيها ادان اسرائيل وامات كل الجيل الذي خرج من مصر في البريه بسبب عدم ايمانهم وتمردهم عليه. هنا ياتي امر الرب بدمار وهلاك شعوب كنعان بسبب خطاياهم وفجورهم هذا الاله القدوس الذي ادان شعوب كنعان ادان وعاقب شعبه على خطاياهم لانهم تمثلوا بالكنعانيين في سفر القضاء ونقرا كتير عن سفر القضاء وعن انه ازاي كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه وكان الرب يرسل لهم الشعوب الاخرى كأداد دينونة أقام الرب أقام الرب أشور ليدين بها إسرائيل فذا كان السبي الأشوري سنة 722 وأقام الرب بابل ليدين بها أورشليم فكان السبي البابلي سنة 586 قبل الميلاد الرب أدان أشور على خطاياها وأدان أيضا بابل على خطاياهم وفجرهم وظلمهم تحدث الرب يسوع له كل المجد عن خراب اورشليم بسبب خطايا اورشليم وسكانها وتم ذلك سنه سبعين عندما قال الرب يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين الي كم مره اردت ان اجمع افراخك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريد هوذا بيتكم يترك لكم خرابا وتم ده سنه سبعين كما تحدث الرب يسوع له كل المجد عن دينونه اعظم من دينونه سدوم وعموره ستحدث بسبب عدم الايمان والاستمرار في الشر وفي الاثم نحن نعيش اليوم في فتره نطلق عليها النعمه عهد النعمه ان الله بيعطي لنا فرصه من خلال نعمته لكي يتوب الانسان ويعرف يسوع المسيح ويقبل المسيح مخلص شخصي ده الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يخلصنا من الهلاك الابدي ومن بحيره النار والكبريت ويعطينا حياه الى الابد مع شخص الرب نفسه، بما ان الجميع زاغوا وفسدوا والرب قد اعد طريق لخلاصه للخلاص بعمل شخص المسيح يسوع. ومنحنا فرصة لقبول عمل نعمته ليقودنا للتوبة. رفض عمل الرب والاستمرار في الخطية سيكون له عقاب أشر حتى أن الأشرار يقولون للأكام اسقطي علينا وللجبال غطينا. نرى هذا من منظور كامل خطة الله، الله يدين الخطية أينما وجد، يحب الخاطئ وأعد له خلاصا في شخص المسيح، لكن كيف ننجو نحن إن أحملنا خلاصا هذا مقداره إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم